أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في مقدمة السورة، سورة آل عمران، أنه سبحانه بعضاً من أوصافه تبارك وتعالى وبعضاً من مظاهر قدرته، وذكر موقف المؤمنين الصادقين والعلماء الراسخين
مما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. يؤمنون بالمتشابه ويعملون به، يؤمنون بالمحكم ويعملون به، ويؤمنون بالمتشابه ويردون علمه إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى هنا أن الذين كفروا وهؤلاء هم أعداء الدين وأعداء الملة وأعداء المسلمين، لهم في الدنيا هذه متاع، ولكنهم يغترون بهذا المتاع الذي حصلوه في الدنيا من الأموال والأولاد والمناصب والجاه وغيرها، لكن عاقبتهم إلى خسار وبوار، لأنهم أهل النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تغني عنهم هذه الأموال ولا ما أوتوه في هذه الدنيا في يوم القيامة، بل هم حصب جهنم، هم وقود النار والعياذ بالله، وهذا جزاؤهم، هذا الجزاء الأليم وهذا العذاب المقيم الذي ينتظرهم في يوم القيامة هو ما توعدهم الله سبحانه وتعالى به جزاء كفرهم وإعراضهم. وهؤلاء مثلهم كمثل آل فرعون، هؤلاء الكفار المكذبون الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والكفار الذين يأتون من بعده، مثلهم كمثل آل فرعون وكمثل الذين من قبلهم. هؤلاء كذبوا بآيات الله، ماذا كان مصيرهم؟ أخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. وفي قوله تبارك وتعالى أخذهم الله بذنوبهم ما يشير إلى عدل الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يظلم أحدا، حاشاه سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، إنما أخذهم بذنوبهم، يعني ما حل بهم من الهلاك والعقاب إنما كان بسبب تكذيبهم وبسبب ذنوبهم. وقصصهم معروفة، قصها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قصة فرعون وقومه وقصص المكذبين قبله وبعده ذكرها الله تبارك وتعالى. وعندما يحق عذاب الله تبارك وتعالى عليهم وينزل بهم فإن ذلك جزاء لما كانوا يعملون. ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يبين لرسوله عليه الصلاة والسلام مصير هؤلاء المكذبين من الكفار الذين يشككون في نصرة المسلمين وظهور أمر هذا الدين. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ورد في هذه الآية في سبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نصره الله تبارك وتعالى في غزوة بدر وأظهر دينه وأيد عباده، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى سوق بني قينقاع. وبنو قينقاع هؤلاء قبيلة من قبائل اليهود في المدينة، وهؤلاء كانوا من أشد الناس حربا على النبي عليه الصلاة والسلام وإيذاء له، وقد حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام نتيجة لعدوانهم وتكذيبهم، اعتدوا على امرأة مسلمة وقتلوا رجلا من المسلمين، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام مدة حتى استسلموا فأخرجهم وأجلاهم من المدينة. لكن قبل ذلك جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نصره الله في بدر وجمع اليهود في هذا السوق، وقال يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يحل عليكم ما حل بقريش. وهذا الذي حل بقريش أمر معلوم،
ظاهر لا يحتاج إلى إثبات، يعلمه كل الناس خاصة هؤلاء اليهود في المدينة، يعلمون ما حل بقريش في غزوة بدر من قتل عدد كبير منهم وأسر عدد آخر مثله. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم فرصة في أن يتذكروا، في أن يعتبروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أسلموا قبل أن ينزل الله بكم ما أنزل بقريش. ماذا قالوا؟ قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك لقيت نفرا من قريش أغمارا لا علم لهم بالحرب، جهلة، فقتلت منهم ما قتلت. إنك لو لقيتنا لعلمت أن الرجال وستعرف ما تلقاه منا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: قل للذين كفروا إن ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. تغلبون أين؟ في الدنيا، وهذا ما حل بهم، حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى استسلموا فأجلاهم، ثم ينتظرهم بعد ذلك عذاب الآخرة. تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، هذا لمن لم يؤمن. من تداركه لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته فأسلم منهم قبل أن يموت، هذا دخل في عداد المؤمنين. لكن من بقي على مذهبه هذا الفاسد فإن مصيره إلى جهنم والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يضرب لهم المثل لهؤلاء المكذبين من اليهود ومن غيرهم بما حصل في بدر للمشركين وما حصل للمسلمين من النصر والتمكين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، عظة وعبرة. فئة تقاتل في سبيل الله، هؤلاء هم المؤمنون الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة مكذبة لا يؤمنون بالله، يرونهم مثليهم رأي العين. المسلمون يرون الكفار مثليهم، يعني ضعفي، ليس ضعفا واحدا وإنما يرونهم ضعفي عدد المسلمين، لأن المسلمين كما ورد في الرواية أنهم كانوا 310 رجلا وكفار قريش قرابة 1000، فهم يعني كما نقول 3 أضعاف. يعني المسلمون بالنسبة للكفار أقل، كأنهم 30 يوازون الثلث من عدد الكفار. ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأنفال أن الله سبحانه وتعالى يقلل المؤمنين في أعين الكافرين، هؤلاء الذين جاءوا، ويقلل الكافرين في أعين المؤمنين. وهذا كله لحكمة من الله تبارك وتعالى. لماذا يقلل الكافرين مع كثرة عددهم في أعين المؤمنين؟ حتى تقوى نفوسهم وحتى يتشجعوا على الإقدام والقتال، يرون هؤلاء الكفار قلة في أعينهم، والكفار يرون المسلمين قلة. لماذا؟ حتى يقدموا على قتال المسلمين، حتى لا يخرجوا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد بهم الذلة والصغار والهزيمة. لكنهم لو رأوا عدد المسلمين كثيرا ربما رجعوا، ربما فروا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد بهم هذا، أراد بهم أن يأتوا للقتال ليحل بهم ما حل. فالمؤمنون كانوا يرون الكافرين ضعفي عددهم، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت قلوبهم، يرونهم مثليهم رأي العين.
والله يؤيد بنصره من يشاء. وهذه مسألة ذكرناها في دروس سابقة، النصر بيد الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى بعث طالوت ملكا إلى بني إسرائيل، طلبوهم من نبيهم أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا معه في سبيل الله ويستردوا حقوقهم، فأخبرهم أن الله قد بعث لهم طالوت، وهذا رجل يعرفونه. فلما أخبرهم بأن الله قد بعث لهم طالوت ملكا نفروا من ذلك وقالوا كيف يكون هذا الرجل ملكا علينا ولم يؤت سعة من المال، ما عنده مال ونحن أحق بالملك منه، نحن أهل الرياسة وأهل الوجاهة. فالله النبي قال لهم يعني إن الله اصطفى وإن الله سبحانه وتعالى اختاره لأمور معينة، ها زاده بسطة في العلم والجسم. ثم طالوت لما خرج بهم أخبرهم أنهم سيمرون بامتحان، هذا الامتحان هو نهر معين، أمرهم ألا يشربوا منه، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده. ماذا كان منهم؟ شربوا جميعا، ما اغترفوا غرفة، شربوا حتى ارتووا منه، خالفوا ما أمرهم به إلا قليلا منهم. هذا العدد القليل الباقي الذين أطاعوا طالوت لما رأوا جالوت وجنوده والكثرة الكاثرة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن بقيت قلة من هذه القلة، هذه القلة ثبتت مع جالوت وقالوا ربنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم. هزموهم بماذا؟ بعددهم؟ بقوتهم؟ لا، قال فهزموهم بإذن الله، لأن النصر من عند من؟ النصر من عند الله، النصر وما النصر إلا من عند الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هنا الله سبحانه وتعالى قال يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. فما انتصر المسلمون في بدر بعددهم ولا بعددهم، وإنما انتصروا بتأييد الله سبحانه وتعالى لهم. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أصحاب العقول أصحاب الفهوم هم الذين يعتبرون بهذا، يرون أن القضية ليست مربوطة بالقلة والكثرة ولا بالقوة كثرة العدد ولا بكثرة العدد، لكن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فلا يغترن هؤلاء اليهود بأسلحتهم ولا بعددهم ولا بمالهم، ما جمعوه من الأموال كانوا أصحاب ثراء عريض، فهذا كله لا يغني، لأن النصر بيد الله والله سبحانه وتعالى ضرب لهم هذا أمثلة كثيرة، قصة طالوت وجالوت وغير هذا، وقصة محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه في بدر، انت نصر الله هذه القلة القليلة على الكثرة الكاثرة الفاجرة بتأييد منه سبحانه وتعالى، وهذا فيه عبرة لأصحاب العقول. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بين أمرا مما هو معتمد ومؤثر عند الناس في هذه الحياة، وهو هذه الشهوات، الأمور التي تميل إليها النفوس. ما معنى الشهوة؟ الشهوة الأمر الذي تتوق النفس إليه بشدة وترغب فيه، ليست كل رغبة شهوة، الرغبة الشهوة هي الرغبة العارمة التي تتوق إليها النفس وتسعى إلى تحصيلها، هذه الشهوة. فالله سبحانه وتعالى زين للناس هذه الشهوات،
الشهوات هذه من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فيه شهوات غيرها أيضا، المباني وغير ذلك والألبسة، لكن هذه من أعظم الشهوات الظاهرة، خاصة شهوة النساء. شهوة النساء، لأن نفوس الذكور تميل بشدة إلى هذا الصنف من الخلق وهم النساء، وكذلك تميل نفوس النساء إلى الرجال. هذا أمر مما زينه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. لماذا زينت هذه الشهوات إلى النفوس في هذه الحياة الدنيا؟ لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى حتى تسير الحياة. لولا تزيين هذه الشهوات للرجال لما تزوج الرجال النساء، وإذا لم يتزوج الرجال النساء لم يحصل الأطفال. من أين يأتي التوالد؟ من أين يكثر الخلق؟ فتزيين النساء للرجال هذا بحكمة من الله سبحانه وتعالى ليقدم الرجال على الزواج بالنساء فيحصل الأولاد. ولولا شفقة الرجال والنساء على الأطفال لما تربى الأطفال، لأن تربية الأطفال مشقة ومؤذية ومتعبة. لولا هذه الشفقة التي زرعها الله سبحانه وتعالى في نفوس الوالدين لما حصل ذلك. لا يرضى أحد أن يقوم بتربية طفل والصبر عليه وتنظيفه وإطعامه والمحافظة عليه، لا يرضى، لكن الله سبحانه وتعالى أودع في نفوس البشر هذا الأمر لتستمر الحياة. ثم بعد ذلك إذا كبر هؤلاء الصغار، هؤلاء يحتاجون إلى المال، فلذلك زين الله لهم المال، والمال لا يأتي إلا بالعمل، كل واحدة تقود إلى الأخرى، فزينها الله سبحانه وتعالى لهم هذه لتستمر الحياة الدنيا، حكمة من الله سبحانه وتعالى. زين للناس، من الذي زينها؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم وركبها في فطرهم. حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وهذه كما قلنا ليست كل الشهوات، ولكن هذه أبرزها وأظهرها. ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا كله إنما هو لمصلحة الدنيا، يستمتع به في هذه الدنيا، ثم يموت الإنسان ويتركه خلفه، ويقدم يوم القيامة على الله وليس معه منه شيء، لا ينفع والد ولده ولا ولد والده، ولا يغني عن الإنسان مال ولا زوج ولا قريب ولا أحد، لا يغني أحد عن أحد، كله يتركونه في الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم ماذا؟ والله عنده حسن المآب. لمن؟ لمن قبل بهذه النعم التي أنعم الله بها عليه ووضعها في مكانها واستعملها فيما يرضي ربه واستعان بها على طاعة الله تبارك وتعالى، هذا له حسن المآب، المرجع والمصير عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي يكفرها والذي يسخرها لمعصية الله ولما يغضب الله، هذا مصيره إلى جهنم في يوم القيامة. ثم بعد ذلك هذه شهوات الدنيا، وهي أمور كما قلنا تميل إليها النفوس، خاصة ما ابتدأ الله سبحانه وتعالى به وهو أمر النساء، هذا محبب إلى الرجال. فما ما بالكم بالنبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله رسول رب العالمين، ماذا يقول؟ يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء.
وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أمر محبب، لكن للحكمة التي ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك أن تعمر الحياة. وهذه الشهوات يعني قد تقود إلى رضوان الله إذا استعملها الإنسان كما قلنا فيما يرضي الله، وقد تقود إلى الهلاك والبوار وما يغضب الله تبارك وتعالى. لكن في الآخرة ما مصير هذه الشهوات؟ الله سبحانه وتعالى يضرب مثلا هنا لنقارن بين ما في الدنيا من هذه الشهوات التي نتعب أنفسنا فيها ونميل إليها ونقتتل عليها، ماذا لنا في ماذا في الآخرة؟ قل أأنبئكم بخير من ذلكم، من هذه الشهوات التي في الدنيا، للذين اتقوا عند ربهم. هذا الخير محصور لمن؟ لمن اتقوا ربهم. أما الكفار والعياذ بالله فليس لهم منه شيء، استوفوا نصيبهم في الدنيا. وهنا وقفة، قد يكون بعض هؤلاء الكفار ممن أحسنوا العمل في الدنيا، لهم أعمال صالحة، عملوا أعمالا صالحة، اخترعوا مخترعات أو قدموا للبشر شيئا أو عملوا أوقافا أو أنفقوا نفقات صالحة، هذا موجود، موجود في جملة هؤلاء الكفار. لكن الله سبحانه وتعالى لا يظلمهم شيئا، يوفيهم أجرهم في الدنيا، ويأتون في الآخرة ليس لهم فيها نصيب. الآخرة لمن؟ للمتقين، لعباد الله المتقين. أما هؤلاء فيأخذون نصيبهم في الدنيا، قد يكون في يعمل هذه الأعمال رغبة في الشهرة وثناء الناس، قد يعمل هذه الأعمال رغبة في المنصب والسلطة أو غير ذلك، ها؟ يوفيه الله نصيبه في الدنيا، يحصل عليه ما حصل له في الدنيا، هذا مقابل عمله الصالح. أما في الآخرة فليس له نصيب، يأتي يوم الآخرة وليس له عمل صالح ينجيه عند الله تبارك وتعالى. ماذا أعد الله لعباده المتقين من هذه الشهوات، من هذه النعم مقابل شهوات الدنيا؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات، حدائق وبساتين وأشجار لا تشبه أشجار الدنيا، وأثمار لا تشبه أثمار الدنيا، وطعوم وألوان وروائح لا تشبه شيئا مما في الدنيا إلا في الأسماء. جنة وجنة، يعني حديقة، شجرة وشجرة، ها؟ فاكهة وفاكهة، رمان ورمان، خمر وخمر، ليس بينهما تشابه إلا في الأسماء، عسل وعسل، ولبن ولبن، لكن أن لا يقاس هذا بهذا، ليس بين ما في الآخرة وما في الدنيا من تشابه إلا في الأسماء، وأما الحقائق فمختلفة تماما. قال الله تبارك وتعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لماذا أنهار؟ أنهار من ماء، وأنهار من لبن، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر، تتخللها هذه الأنهار خالدين فيها. هذا النعيم لا يزول ولا يحول ولا يتغير بل يزيد. وأزواج مطهرة ورضوان من الله. كان يكفي أنهم يدخلون الجنة وأن الله يعدهم دخول الجنة هذه بما فيها من الخيرات، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر أمر هؤلاء الأزواج زيادة في نعيمهم وتنبيها على أمر من أعظم الأمور التي يرونها ويلقونها في الجنة. الأزواج المطهرة، الأزواج كما كانوا في الدنيا، كما كان أهل الدنيا يتنعمون ويميلون ويشتهون النساء إلى النساء،
الله سبحانه وتعالى أبدلهم في الآخرة بهؤلاء الأزواج، أزواج مطهرة. ما معنى مطهرة؟ لا يصيبهم ما يصيب نساء الدنيا من الحيض والنفاس والغل والحقد والحسد وكل الأمور التي تعكر صفو النعم هذه التي في الدنيا، أزواج مطهرة. بل وأعظم من ذلك كله، أعظم من هذه النعم التي أعدها الله لهم، رضوان الله تبارك وتعالى، يرضى عليهم فلا يغضب عليهم أبدا. أعظم نعمة، أعظم نعمة يحوزها أهل الجنة ليست هي هذه الأمور المذكورة في الجنة، بل أعظم نعمة رضوان الله سبحانه وتعالى، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. هذا كله من باب التذكير بما ينعم الله سبحانه وتعالى به على هؤلاء المؤمنين، ولذلك عليهم أن يستقيموا على أمر الله، عليهم أن يصبروا، عليهم أن لا يحزنوا لفوات شيء في هذه الدنيا، لأن ما ينتظرهم هو الجزاء الوافي عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء العباد الذين قال الله تبارك وتعالى والله بصير بالعباد، من هم هؤلاء العباد؟ قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آمنا بالله، يعني قبلنا كل ما جاء عن الله تبارك وتعالى، حققنا أركان الإيمان كلها، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر، آمنوا بالله وقبلوا شريعته وعملوا بها. ربنا إننا آمنا، ما قالوا آمنا بكذا وكذا، لا، آمنا بكل ما جاء من عندك فاغفر لنا ذنوبنا. لا يتكلون على أعمالهم، هذه مسألة يجب أن نتنبه لها يا أيها الأخوة. يعملون، آمنا، لكن فاغفر لنا ذنوبنا، يسألون الصفحة والعفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها كل إنسان مسلم، ألا يغتر بعمله، أن يلجأ إلى الله دائما يسأله العفو والمغفرة. ولذلك كان شأن الاستغفار في الإسلام من أعظم الشؤون، الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار أعظم الأمور، من أعظم الأذكار في الإسلام. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام لنا، قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا يلزم أن يكون الإنسان قد علم من نفسه أنه وقع في ذنب من الذنوب حتى يستغفر. هذا الذي وقع في الذنب عليه أن يبادر بالذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لا بد من المسارعة، لكن الإنسان حتى وهو يعمل العمل الصالح ويكثر منه ولا يرى في نفسه تقصيرا ولا مخالفة، عليه أن يستغفر الله، لأنه لا يدري، قد يقصر في أمر طلبه الله، قد يؤديه على غير وجهه، قد يصلي صلاة فيها نقص، قد يقصر في أمر زكاته، يؤدي زكاة بعض ماله وينسى شيئا آخر. ما الذي يتدارك له هذا النقص وهذا التقصير؟ الاستغفار. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام طوبى، يعني الجنة، لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا في يوم القيامة. يعني الاستغفار هذا، فلا ينبغي أن يقصر الإنسان
في الاستغفار اتكالا على أنه لم يعمل عملا سيئا، لا، لا تدري وهل هذا العمل مقبول أو غير مقبول عند الله. لا بد أن تجعل الاستغفار هجيراك دائما، أن تلازم الاستغفار. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد له في المجلس الواحد 100 مرة يستغفر الله. نعم. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في صفاتهم، صفات هؤلاء العباد الذين آمنوا بالله وسألوه العفو والمغفرة وأن ينجيهم من عذاب النار، أهم شيء في الآخرة ما هو؟ ما هو أهم أمر في الآخرة؟ النجاة من النار. النجاة من النار أعظم المكاسب في الآخرة، لأنه لا يدخل الجنة إلا من أنجاه الله من النار، وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلا بد إذن من العمل بشرع الله والاستقامة على أمر الله والاستغفار وسؤال الرب تبارك وتعالى أن ينجي من النار. من هم هؤلاء؟ ما هي صفاتهم؟ اذكر لنا يا ربنا بعضا من صفات هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ويدعون بهذا الدعاء. قال الصابرين. الصابرين، الصبر هذا من أعظم خصال الإيمان، والصبر كما يقول العلماء ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، أمرك الله أن تصلي فأنت تصبر على هذه الصلاة، تترك عملك وتقوم تصلي، تكون نائما في شدة البرد فيؤذن لصلاة الفجر فتقوم تتوضأ وتذهب تصلي، وهذا خلاف رغبات النفوس. صبر، لا بد أن تصبر على طاعة الله. عندك مال فيه زكاة، مالك كثير، فتتقرر الزكاة في هذا المال بمقدار كبير، وهنا يأتيك الشيطان ويوسوس لك وتنظر بعينيك إلى هذا المال الكثير الذي تعبت أنت فيه، ثم ترى أنه يأخذه غيرك من الفقراء والمحتاجين. هنا لا يصبر على طاعة الله بإخراج هذا المال في وجهه استجابة لأمر الله إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. فالصبر على طاعة الله، الصبر على طاعة الله. كذلك الصبر نوع آخر عما حرم الله، تميل نفسه إلى الشهوات، إلى الزنا، إلى الاطلاع، إلى العورات، إلى النظر إلى الجميلات، إلى هذه المسكرات والملهيات، أمور الدنيا، أو أن تمتد يده إلى ما تراه عينه وتتمكن نفسه منه، من أموال الناس، من الأشياء الجميلة، أن يأخذها. ما الذي يحجزه عنها؟ مخافة الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه جهاد في النفس. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، جهاد، مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا نوع من الصبر. فيه نوع ثالث من الصبر، هو الصبر على أقدار الله المؤلمة. يصيبه مرض، يفقد ماله، يموت ولده أو صديقه أو زوجه أو حبيبه، أو يصاب هو في نفسه، أقدار من الله سبحانه وتعالى، هذه أمور مقدرة من الله، لا يتسخط ولا يندب حظه، ولكنه يرجع إلى ربه تبارك وتعالى، يصبر على ذلك رجاء أن يعطيه الله سبحانه وتعالى أجر الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هؤلاء الصابرون، الصابرين، صفة من صفاتهم الصبر. الصابرين والصادقين، الخصلة العظيمة التي تميز المسلم عن غير المسلم، الصدق.
الصدق، لأن الكذب ليس من خصال المؤمنين، الكذب من خصال من؟ خصال المنافقين الصادقين مع الله سبحانه وتعالى، الصادقين مع الناس، هذه صفاتهم، الصابرين والصادقين والقانتين، القنوت الدعاء والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى واللجوء إليه، والقانتين والمنفقين من أموالهم يبتغون بذلك ماذا؟ مرضات الله سبحانه وتعالى، ينفقون من أموالهم. ليس هذا الإنفاق خاصا بالزكاة، بإخراج الزكاة، هذه الزكاة أمر واجب، ولكنهم يزيدون على ذلك الإنفاق في أوجه الخير، والمستغفرين بالأسحار، هذه الخصلة العظيمة التي لا يؤتاها إلا من كان من أهل الفلاح والنجاح، الاستغفار بالأسحار. ولماذا قال الاستغفار بالأسحار؟ لأن هذا الوقت من أعظم أوقات الدعاء ومن أرجى أوقات الاستجابة، ثلث الليل الآخر، وهذا كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل الله ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأستغفر له فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ في هذا الوقت الأسحار، لأن هذا الوقت يوافق نزول الله تبارك وتعالى وقربه، وهو قريب من كل أحد، لكن هذا فيه مزيد قرب، أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. كيف ينزل؟ هذا أمر ليس إلينا، ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نحن لم نرى هذا حتى نصفه. ومن العقل، من كمال العقل، أن الإنسان لا يدخل نفسه في وصف شيء لم يره، فلا يكلف نفسه شيء، لكن هذا حقيقة، هذا الأمر حقيقة، نزول الله تبارك وتعالى في هذا الوقت حقيقة، أخبرنا به الصادق المصدوق رسولنا عليه الصلاة والسلام. المستغفرين بالأسحار، من أعظم الأمور وأرجاها في هذا الوقت الاستغفار والدعاء، الدعاء والاستغفار من الدعاء، الدعاء أن تدعو لنفسك، لأولادك، لأهلك، للمسلمين، في كل حاجاتك، في أمور الدنيا وأمور الدين. والمستغفرين بالأسحار، هذا كله يحتاج أيضا إلى أن يتدبر الخلق أن الله سبحانه وتعالى رقيب على أعمالهم كلها، هذه مطلع عليها وقادر على كل شيء. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ليس في الكون رب غير الله سبحانه وتعالى فيرجى، ولا إله غيره فيعبد، هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، من شهد بهذه الشهادة؟ الملائكة، ملائكة الله تبارك وتعالى، وهم عباد الله المكرمون الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة يشهدون بذلك، ويشهدون بما يعلمون أنه لا إله إلا هو، لكن ويشهد معهم من؟ وأولو العلم، أولو العلم من المسلمين رفع الله مقامهم وأعلى منزلتهم بأن أشركهم في هذه الشهادة، شهد الله بنفسه على هذا الأمر، وشهدت به ملائكته
وشاركهم في ذلك العلماء أولو العلم. أولو العلم شهدوا بهذا، وهذا فيه ما فيه من لفت النظر وتعريف الخلق بمنزلة العلماء. ها، العلماء رفع الله سبحانه وتعالى شأنهم في هذه الأمة. العلماء هم سراج الأمة، ها، هم المصابيح، مصابيح الدجى. هؤلاء العلماء الراسخون، العلماء المستقيمون، هؤلاء هم سراج الأمة. فأعلى الله سبحانه وتعالى شأنهم ونبه إلى منزلتهم أنهم شركاء في هذه الشهادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يشهدون بأن الله لا إله إلا هو وأنه قائم بالقسط. قيامه بالقسط هو القيوم، حي القيوم، قيوم على شؤون خلقه، يدبرهم ويرزقهم ويخلقهم قبل ذلك ويحييهم ويميتهم ويتكفل بجميع شؤونهم. قيوم، هو القيوم. شهدوا بهذا، شهد الله لنفسه بذلك، وشهدت به ملائكته، ويشهد به أولو العلم في هذه الأمة. وهذا فيه بيان لمنزلة العلماء في هذه الأمة وفي هذا الدين قائما بالقسط سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو، الله سبحانه وتعالى العزيز القاهر القوي القادر الحكيم في شرعه وفي تدبيره وفي خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك مما يؤثر في هذا أن الإنسان إذا قرأ هذه الآية أنه يكرر الشهادة، إذا قرأ هذه الآية أنه يكرر شهادته بما شهد الله لنفسه به، وما شهدت به ملائكته، وما شهد به أولو العلم. روى الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، في يوم عرفة، قرأ هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا أشهد بذلك يا رب، وأنا أشهد بذلك يا رب. فالإنسان المسلم إذا قرأ هذه الآية ينبغي له أن يقول: وأنا أشهد بذلك، حتى تكتب له هذه الشهادة، هذه شهادة الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينصر دينه وكتابه وعباده الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعلي راية الحق والدين، وأن يدحر أعداء الملة، إنه على كل شيء قدير.